عبور نهر فوجد جملا يقف على ضفة النهر فسأله: هل تعرف إلى أين يصل عمق ماء النهر؟ فأجابه الجمل: إلى الركبة. فقفز الثعلب على الفور في النهر، لكنه غط في الماء وكاد يغرق. وبعد جهد شاق خرج الثعلب من الماء صارخا بأعلى صوته في وجه الجمل قائلا: ألم تقل لي أن الماء يصل إلى الركبة فقط؟ فقال الجمل: نعم، ولكنه يصل إلى ركبتي أنا. العبرة من القصة: حين تستشير أحدا ما في أمور حياتك، فإنه يجيبك طبقا لتجاربه هو وحياته هو. قد تكون حلوله مناسبة له فقط وغير مناسبة لك، لذلك استشر أهل العلم وتأكد أن نصيحة تنطبق على حالتك ووضعك. تحياتي أحبائي.